السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم بمقطع جديد يا شباب. مقطعنا اليوم شباب للأسف فيه أخبار سيئة. فأول خبر معانا إنه تم تقليل طلق الأربجة والسلاح المقنبل أو الأسلحة المتفجرة بشكل عام بنسبة 50%. طبعا أنا مش عارف كيف يعني نسبة 50%، بس بالنسبة للصندوق الأسود لما تفتحه راح تلقى فيه 3 طلقات زي دائما عادي. بس أنا اللي فهمته مثلا هسه أنا حاليا بسنوبي، اللي فهمته مثلا إنه لما تلوت مدينة تلوت بيت مثلا، أول كنت تلقى مثلا طلق أربجة ب5 بيوت من البيوت كلها، من 6 بيوت تمام. حاليا راح تلقى مثلا بيتين ب3 بيوت، يعني راح تلقى الطلق بنسبة أقل من أول، بنسبة 50% أقل. فهمتوا كيف؟ بصراحة مش فاهمها كثير الشغلة هاي. وننتقل يا شباب لأسوأ خبر عندي اللي هو اللاما. تم تقليل موارد اللاما يا شباب إلى 200. أول كنت تفتح لاما كنت تأخذ 500 خشب، 500 طوب، 500 حديد، بس هسه خلص راح تلقى باللاما 200 خشب، 200 طوب، 200 حديد. وهذا أسوأ حركة سووها إيبك جيم صراحة، ما إلها داعي. يعني أول كنت تقدر تعطي خويك موارد، الحين خلص يعني اللاما ما راح تكفي إلا إلك. وننتقل شباب لآخر شيء معانا اليوم اللي هو طور البلاي جراوند. طبعا شباب تم تأجيل موعد طور البلاي جراوند لأنه عليه تعديلات داخلية وفي مشاكل بسيطة، فالشركة إن شاء الله راح يحلوها ويعطونا موعد رسمي للطور الجديد. طبعا كثير منكم سموه طور البناء، بس للأسف هو ما راح يكون في بناء، راح يكون طور عبارة عن تدريب تدخل فيه مع ناس تذبحوا بعض. طبعا الشخص اللي راح يموت على طول راح يرسبن ورد يعيش مرة ثانية ويكمل. يعني هاي أكثر فرصة أو أحسن فرصة للناس اللي ما تعرف تلعب إنها تقوي لعبة، لأنه في ناس بس مثلا بالطور السكواد العادي، مثلا مش طور عفوا، بالسكواد العادي والدول سولو مثلا يخاف، مثلا نوب يكونوا يخافوا مثلا يجربوا الدبل بومب، يخافوا يجربوا كثير حركات لأنه ما عنده للروح واحد، وإذا مات راح يخرب جيم ويطلع من الجيم. فبتلقاه مركز بالجيم وبيلعب صح. بس بالطور الجديد خلاص ما في داعي إنه يركز بالجيم، مثلا بيسوي الحركة اللي نفسه فيها. فهذا أكثر إشي ممكن يفيدك ويخليك قوي باللعب ودربك للأحسن. وبس شباب هذا اللي كان عندي اليوم، وأسرع أخليكم مع جيم سولو، ويلا مشاهدة ممتعة.
الله.